أريد أن أتوجه للدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية من دوار المنارة في مدينة رام الله. دكتور واصل، مرحبا بك. في البداية الدكتور واصل، دعنا نقول مؤشرات أولية لانتهاء هذه المواجهة بين حماس وإسرائيل، خاصة إعلان الوفد الفلسطيني عن قبوله لمبادرة لوقف إطلاق النار من في مصر، على ما يبدو أيضا هناك موافقة إسرائيلية، وأطراف داخل مصر قالت بأن هذه الهدنة قد تبدأ منذ الساعة 8 صباحا. ما هي المعلومات التي لديك في البداية سيد واصل؟ نعم، تتضافر كل الجهود من أجل وقف هذا العدوان الشامل ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا شلال الدم الفلسطيني النازف في قطاع غزة. عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى والتدمير الذي طال البيوت والمساكن ومجازر غير مسبوقة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين. حسب كل الإحصائيات هناك ما يقارب 85-90% من الضحايا الشهداء والجرحى هم مدنيون، أطفال ونساء وشيوخ. ولذلك أنا أعتقد أن حكومة نتنياهو لم تستطع أن تنجز أي من الأهداف المعلنة سواء الاستراتيجية أو التكتيكية، وبالتالي في ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بأنه سيعمل على إعادة الانتشار أحادي الجانب لجيش احتلاله من قطاع غزة، وأيضا لن يرسل وفدا إلى القاهرة. نحن أرسلنا وفدا موحدا باسم القيادة الفلسطينية إلى القاهرة، الآن موجود في القاهرة، اجتمع ظهر هذا اليوم مع وزير الأمن الداخلي وزير الأمن الاستخبارات التهامي في القاهرة، تم إطلاعه على الورقة التكميلية المبادرة المصرية، وهي وقف العدوان بشكل فوري ورفع الحصار وفتح المعابر وإلغاء الشريط الأمني والصيد البحري لمسافة 12 ميل وإطلاق سراح الأسرى المحررين. نعم دكتور واصل، نعم دكتور واصل أعتذر، لكن أنت تعرف دكتور واصل، أنت تعرف هذه المطالب التي تتحدث عنها، أنت تعرف والجميع يعرف بأن إسرائيل لن توافق عليها في نهاية المطاف. أنا أعتقد أنه الآن المنظمات الحقوقية والإنسانية حتى داخل حكومة الاحتلال تتحدث عن أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا ينسجم مع القوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف، ويعتبر جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي الأصوات الآن تعلو باتجاه أولا وقف هذا العدوان وأيضا رفع الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك ليس مسألة أن يقبل نتنياهو أو لا يقبل في هذه المسألة، أنا أعتقد أن هذه مسؤولية المجتمع الدولي اليوم في تضافر كل جهوده من أجل وقف هذا العدوان وشلال الدم الفلسطيني، اولا وقف هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وثانيا تمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحريه. الان الامر مفتوح بصراحه حول وجود الاحتلال وما يقوم به من جرائم غير مسبوقه ضد الشعب الفلسطيني في الضفه الفلسطينيه وفي القدس وفي قطاع غزه. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني جميعه يضافر كل جهوده من اجل ان يرتقي مواقف المجتمع الدولي الى مستوى انهاء الاحتلال. دكتور واصل لحظه، دكتور واصل، في الايام الاخيره دعنا نقول بعد ان خرج مواطني القطاع ليرى الدمار الشامل الذي حل على القطاع، ونحن نعرف بأن الجناح العسكري لحركة حماس لا يتواجد فوق الأرض، وبدأت أصوات تلوم حركة حماس أنها أصلا هناك من طالب في الشارع الفلسطيني أنه بعد الذهاب إلى التهدئة سوف نحاسب حركة حماس بما جرى في قطاع غزة، وأنتم القيادات في السلطة الفلسطينية في هذه التصريحات فقط تدافع عن حركة حماس ولا يوجد أي لوم. أنت ترى الدمار في قطاع غزة، السبب ليس فقط إسرائيل سيد واصل. أنا أعتقد أن الحرب المفتوحة ليست ضد حركة حماس، هي ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عندما يدفع من أبنائه 2000 شهيد فلسطيني و10,000 جريح وتدمير يطال أماكن العبادة والبنية التحتية والمساكن، وهذا بسبب حركة حماس سيد واصل. هو ليس موجه ضد حركة حماس، هو موجه ضد الشعب الفلسطيني. عندما بدأت حملة جيش الاحتلال في الضفة الفلسطينية وتعرضت مدينة الخليل إلى عقوبات غير مسبوقة، عندما تم اختطاف الطفل محمد أبو خضير في مدينة القدس وحرقه وقتله حيا في لم يمارسها النازيون. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني أينما تواجد. هي الاحتلال يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ضرب وحدته الوطنية الفلسطينية، أهدافه الاستراتيجية فشل في تحقيقها. ونتنياهو شاهدناه في مؤتمر الصحفي كيف ينكسر أمام الصمود وأمام التحدي الذي يمارسه الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته وبأرضه ويدافع عنها. وبالتالي عندما دكتور واصل بناء على ما تقوله أن إسرائيل لا تفرق بين فصيل فلسطيني، بين فتح، حماس، ودعنا نقول أطياف الشارع الفلسطيني،
هذا صحيح. أنا بعتقد أن الحرب لم تفرق، هذه القذائف التي وقعت فوق رؤوس الآمنين والمدنيين لم تفرق أن هذا الشخص هو من حماس أو هذا الطفل. أنه لماذا يقتل الأطفال والنساء والشيوخ؟ 90% من نسبة مدنيين تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة في حرب مجنونة. دكتور واصل، نعم سؤال أخير، دكتور واصل، بعد هذه العملية نحن نعرف بعد كل عملية عسكرية يقوم بإعمار قطاع غزة بشكل خاص برعاية قطرية، واليوم هناك مطالبة بأن ربما قد تكون السلطة الفلسطينية هي الضامنة أو الراعية لهذا الإعمار في قطاع غزة، من يضمن دكتور واصل بأن حركة حماس هذه المرة تقوم ببناء أنفاق أخرى وزيادة صواريخها ومواجهة أخرى بعد سنة أو سنتين ونرى 2000 قتيل في قطاع غزة؟ هذا الأمر الجوهري الذي يجب يسلط على الاحتلال ووجوده وما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. لذلك عندما نتحدث عن أن ما بعد هذه الحرب المجنونة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا الأمر يفتح المجال أمام المجتمع الدولي للاطلاع بدوره في عملية إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس حسب قرار الشرعية الدولية والقانون الدولي. لا يجوز أن تبقى حكومة الاحتلال مارقة لا تعترف بكل القوانين والشرعيات الدولية. لا يجوز أن تمارس كل العدوان دون أن تحاسب على عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. نعم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني ومن حق المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإنسانية أن تحاسب هذا الاحتلال على جرائمه التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وجلائه عن كل أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة على حدود 67. نعم، الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من دوار المنارة في مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك.